برمجة الله على سبيل بصفة عامة هي واحد الأنظمة واحد مجموعة الأمور اللي كتجعل الإنسان أنه يكون سعيد في حياته ويكون ناجح في حياته. هذا النجاح وهذه السعادة منين كناخذوها؟ كناخذوها مع الناس اللي نجحوا. الناس اللي نجحوا من قبل كندير لهم دراسة للشخصية ديالهم وكنقولوا فاش نجحوا؟ نجحوا في هذا الأمر هذا ونجحوا في هذا الأمر هذا ونجحوا في هذا الأمر هذا. إذا شنو كنديروا؟ كندير بحال واحد الكتالوج، تنقول عندي سبب النجاح واحد، الإنسان كان يستيقظ باكرا. سبب النجاح واحد، الإنسان كانت عنده الإرادة. سبب إنجاح ثالث، الإنسان كان عنده الصبر. وهكذا كنحطوا الأمور كلها اللي بنت لنا هي أسباب النجاح، وكتولي عنده واحد الكتالوج كامل قدامنا وكنحاولوا حنا نقلدوهم، نديروا ما يسمى بالنمذجة أو بالمحاكاة، كتسمى بالفرنسية لا موديليزاسيون. إذا حنا كنحاولوا نحاكيو، كنحاولوا نقلدوا الناس الناجحين باش حنا ننجحوا، وربما ننجحوا ونتفوقوا عليهم. ولهذا خص الانسان ياخذ بهذه الطرق هذه الحديثه. الحمد لله الحمد لله هي كثيره متنوعه، وهذا لا يمنع ان هذه الامور هذه الى جات من عند الغرب ناخذها معنا، بل امور عندنا حتى حنا في التراث ديالنا، عندنا في التقاليد ديالنا، عندنا في العادات ديالنا، وعندنا في الدين ديالنا. ناخذ من هذه الخلاصه كامله ونستشفوا المستقبل.